مساء الخير ومساء النصر لمصر. ربنا يحفظ مصر أرضا وشعبا وقيادة محروسة كانت وما زالت وستظل بلدي. وأهلا بكم في يوم جديد مميز كالعادة من بيت الخبرة المرشد الزراعي. قبل ما نرحب بضيوفنا ونسترسل عن الموضوع حلقة النهاردة اللي هي أكثر من مهمة، نقول زي اللي قالوا الخال عبد الرحمن الأبنودي، ده اللي بنى مصر كان في الأصل فلاحة، ده الأرض تموت لولا إن هو اللي بيفلاحها، أنت يلي صوتك سنابل وضحكتك رزق. كمان الشكر موصول لهوان مصر زي ما بنسميهم على الساحرة الخضراء مصر الزراعية، الفلاحة المصرية الأصيلة اللي دايما بتقف وتآزر أبوها وأخوها في الغيط وبره في البيت وبره في الغيط، هي لها كل التحية والتقدير عشان خاطر اليوم العالمي للمرأة وهي وجهة مشرفة للمرأة المصرية والعربية. حبيبتي إن كنت تعلمي إني أحبك فعلمي إني أحبك أكثر مما تعلمي عن بلدي مصر. وتحدث اهتمامنا بحلقة النهاردة هي المعاملات الخاصة بالموالح في شهر مارس. كتير بيجينا تلفونات واتصالات مطلوب متخصص نكلمه ونتواصل معاه، وزي ما بنعاهد حضراتكم في المرشد الزراعي اني تحت امركم وطلباتكم كلها اوامر في انتظار تلفوناتكم. نكرر عنوان حلقة النهاردة هي المعاملات الخاصة بالموالح والفاكهة في شهر مارس. نرحب بضيفي الكريمين المشرفين في المرشد الزراعي، مهندس محمد العواني مدير عام بالإدارة العامة والفاكهة بالإدارة المركزية للبساتين، والحاج مجدي عيسى عضو بالجمعية العامة للأراضي المستصلحة وعضو بالاتحاد التعاوني المركزي. أهلا بيكم، شرف وإضافة وجودكم معانا. شرف لينا. نبدأ من عند حضرتك يا باشمهندس، الموالح وشهر مارس. تمام، ده أكيد لها طبعا معايير خاصة، وهنا دايما في مصر الزراعية في إرشادات وتوصيات، ولكن الجديد دايما بيكون عند حضرتك مواكب مع الموجة المتقلبة دلوقتي، المفترض بقى مزارعينا يعملوا إيه؟ تمام، إحنا في الوقت ده وقت حرج بالنسبة لزراعات الموالح، لأن ده الميعاد بتاع التزهير والعقد والمحصول المنتظر أو المرتقب بعد جهد في عمليات خدمة سابقة وعمليات تسميد وخلافه وعمليات ري. فاحنا بنوجه المزارع ومزارع الفاكهة أو الموالح بالأخص يتعامل إزاي مع شجرة الموالح في الوقت الحالي. تمام، بداية احنا عندنا عمليات التزهير حاليا، فهو بيرغب لإنتاجية عالية، فاحنا بنقول من ضمن التوصيات اللي نوجهها لمزارع الفاكهة إنه هو يرشلي في قمة التزهير اللي بتبلغ 75% من تفتح الأزهار بأقراص جبريليك أو جبريلين 15 ل 18 قرص للمطور 600، مضاف إليهم 3 كيلو يوريا، ومضاف إليهم 200 سنتي حامض فوسفوريك. الهدف من المعاملة دي إنه هو يزود نسبة العقد، بحيث إن احنا نمسك على الشجرة أكبر قدر الكميات من الثمار العائدة. الكميات اللي حضرتك بتقولها مناسبة الكام للفدان؟ الكميات دي لتحضيرة المطور 600، وهو بيشتغل على المطور حسب عدد الأشجار في الفدان، مسافات الزراعة، كيفية الرش، كفاءته هو في الرش، على أن يكون الرش بداية ضغط المطور منخفض، ثانيا الرش بطريقة الشمسية، وهم مهرة وعارفين الكلام ده تمام طبعًا، علشان ما يضرش الأزهار أو العقد الحديث. ثالثا المطور فيه قلاب ويكون شغال، المطور مغسول ونظيف، احتياطات الأمان للقائم بعملية الرش. عملية الرش تكون والشجرة مش مجهدة، بمعنى تكون الأرض مروية وتتحمل دوسة القدم، فهي دي نسبة الرطوبة المثلى في عملية الرش. تمام، وينفع أنه يكررها بعد تمام العقد بنفس المعاملة. طيب نروح بقى نشوف على أرض الواقع للحاج مجدي، كفر الشيخ. أنا عارف أن حضرتك من كفر الشيخ، صح؟ ولينا تحياتي لكل أهالينا في كفر الشيخ، بلد زراعية كده وطيبة أهل وأصل والله وناس. ده من أصلك بس، ربنا أحفظك. هناك الموالح بقى؟ لا، بالنسبة لكفر الشيخ طبعا هي مشهورة بالزراعات التقليدية، المحاصيل الاستراتيجية بتاعت الدولة، صحيح، اللي هي القطن والرز والقمح والفول والذرة، الحاجات اللي هي الأساسية. تمام، دي مشهورة بيها محافظة كفر الشيخ. طبعا بيضاف عليها انها فيها مساحة كبيرة من الثروة السمكية، كانت اتجففت من بحيرة البرولوس، وفيها طبعا البورصة بتاعت الاسماك. صحيح، يعني دي حاجة، دي الحاجات معالم محافظة كفر الشيخ، صحيح، وهي من المحافظات الواعدة. صحيح،
اللي هي طبعا هي امتدادها على الطريق الدولي الساحلي. وطبعا مش عايزين نقول هي يعني تركيزها في زراعه محصول الرز. صحيح. بتغطي نسبه كبيره قوي من الجمهوريه. صحيح. وطبعا بالنسبه بقى يضاف عليه بقى القمح والقطن. طب الموالح والحاجه دي؟ لا الموالح عندنا ما لا لا لا, لا نسب بسيطه جدا, يعني ما تتعداش 1% 2%, لان دي بتبقى ناس زرعاها, لان دي ارض طينه ماهيش دايما. الموالح في محافظه البحيره اللي هي طبعا من وادي النطرون والنوبريه غرب النوبريه. أيوة. والمناطق دي طبعا هي اللي كلها موالح. طبعا لازم الدوله اللي عايز ياكل فاكهه لازم قبل ما ياكل الفاكهه لازم ياكل رز و... صحيح. طبعا الوضع طبيعي يعني. فده التوليفه بالنسبه لمحافظه كفر الشيخ مشهوره بزراعه الرز رقم واحد. رقم اتنين بقى طبعا بالنسبه للقطن وبقيه المحاصيل, ده اللي مشهوره بيه محافظه كفر الشيخ. طيب ده برضه هياخدنا لسؤال لحضرتك قبل ما نرجع تاني للبشمهندس. بالنسبه انت كنت بتقول لي قبل الهوا في قصه حابب اقولها, وقلت لك احنا بنتكلم بشفافيه وقوه وجراءه في المرشد وفي كل برامج مصر الزراعيه. بتقول لي في اشكاليه عن تسويق المحاصيل. الاول انا بوجه تحيه, معلش اذا كانت جت متاخره شويه, تحيتي لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي, وتحيه خاصه للسيد رئيس الجمهوريه. طبعا الراجل الرشيد اللي لحق مصر على اخر لحظه, والراجل اللي شغال في كل الاتجاهات. صحيح. وفي كل المجالات على مستوى الدوله. صحيح. لان احنا كنا اتاخرنا كتير. ولكن اذا كان الفلاح بطبيعته كراجل صبور, ويعني انا شايف ان السيد رئيس الجمهوريه اذا كان بص للفلاح بالتأمين الصحي على الفلاح وبيتكلموا فيه, والكارت الذكي اللي بيعمله الفلاح وبيحاول ينور الفلاح او يرشد الفلاح. صح. يعني عشان ما يحرمش من التكنولوجيا بتاعه العصر. صحيح. الا اني برضو يعني احنا عندنا الى حد ما, مش عايزين نقول برضو لا الحياه بالنسبه للفلاح كلها وردي, ولا عايزين نقول برضو ان الحياه برضو يعني ضلمه كده قوي. لا الدنيا حلوه, والفلاح اكتر حد بيحب بلده. صحيح. واكتر حد بيحب رئيسه. واكبر دليل على ذلك ان هو الوحيد اللي لا اعتصم ولا وقف ولا تخلى عن دوره. هو في ارتباط شرط ما بين الفلاح ما بين الانتماء دايما. بالزبط. الارض بتولد الانتماء. الارض زي العرض زي الولد. وصبور عليه وصبور حتى لو عنده بعض السلبيات طيب. برضه يعني متفائل ان بكره ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله تعالى باذن الله. خدت بال سيادتك. احنا يعني انا بشوف مثلا ان الاستراتيجيه بتاعه الوزاره او بصفه عامه الدوله بالنسبه للفلاح محتاجه نظره من القياده السياسيه. يعني احنا عندنا مثلا نقول على سبيل المثال القطن, بحكم ان احنا بنزرع قطن. القطن في بدايه جني المحصول الفلاح باعه ب 1800 جنيه الامتار. مين اللي خده؟ اولا شركات كانت بتتحكم في الناس والسمسره بتاعه الشركات دي. النهارده اما الفلاح نفسه يشوف ان القطن النهارده سعر الامتار وصل 3100 جنيه بيبقى زعلان. هو زعلان في نفسيته, خدت بالك, ولكن برضه هو صابر على اني برضه بكره ان شاء الله احسن. طب المطلب بقى, خدت بالك, المطلب عشان المطلب بعد اذنك يعني مفروض ان احنا الدوله تبقى عارفه احتياجاتها من القطن تقريبا قد ايه, لان دي بتبقى منظومه كده بتشترك فيها وزاره الصناعه. بس اكيد 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 الدوله عارفه برضه. حضرتك لسه بتتكلم على ان في دعم وفي مسانده كمان من القياده السياسيه لقطاع الزراعه وكل القطاعات. ما بننكرهاش. ما بننكرهاش. وبنقول الدنيا زي الفل. تمام. ولكن ما يمنعش اما يبقى عندي وجيعه ان انا برضه اوضحها. كل المطالب مشروعه. خدت بال سيادتك. يعني انا شايف ان يعني الدوله ليه ما لبتش هي القطن في بدايه السنه؟ قالت احنا بناخد الاكسار بس. خدت بالك. وبعض بقيه القطن قال لك ده حر. ايه حر؟ هو الفلاح عارف حر ولا مش حر؟ عشان لو لخصنا المطلب جنيه. لو لخصنا المطلب في نقاط كده وفي كلمات نقول ايه بقى؟ نقول ان الدوله تبقى عارفه هي محتاجه كذا امتار. تمام. وزاره الصناعه والتجاره تبقى عارفه هي عايزه كذا امتار على اساس مصانعها تستوعبهم.
وتقوم بتبلغ بوزاره الزراعه ان انا عايزه كذا كذا امطار، حسبه وزاره الزراعه ان عارفه معدلات الفدان بيجيب كذا، يبقى احنا عرفنا ان احنا هنزرع كذا فدان قطن. واعلن للفلاح سعره من قبل ما يزرعه. تمام. خدت بقى سيادتك، اما نقول كفر الشيخ مطلوب منها مثلا وليكن 100,000. ما انت قيس على كلام حضرتك ده اللي هو خلاص ده مطلب عام، وقيس هنقيس عليه كل الزراعات بالزبط الخاصه بالفلاح بالزبط، منها القطن ومنها بقى بالزبط. يبقى في اعلان، يبقى في اعلان قبل الزراعه. تمام. بالسعر انت بتكلم على اساس دلوقتي بتكلم في قناه الوزاره وصوت حضرتك واصل، واحنا الوزاره متابعه كل كلمه. ما انا فاهم، احنا كلنا تحت مظله السيد الدكتور الجليل. ما انا باكد السيد القصير، باكد لحضرتك ان كل طلبات اللي احنا دايما بنسميهم عظماء مصر الفلاحين مشروعه، فحضرتك كده قلت الطلب، فانا باكد لك ان الصوت واصل ودايما الوزاره والدوله بتاخد بكل يعني كلمه. هو الفلاح هو عظماء مصر. اه طبعا ربنا يجبر خطرك، كله طبعا ربنا يجبر خطرك. احنا بناكل الكل حد ذاته. اسمح لي، الكل عظيم في مكانه، ولكن دايما بيبقى في وجه هو الرمزيه هنا موجوده. هو عظيم زي مثلا السيده المصريه، الفلاحه المصريه هي رمز لكل واحده مصريه على فكره، صح؟ فهو عظيم مصر بعطائه وبخيره وبانتمائه وباصله في كل مكان، وكلنا فلاحين وكلنا صعايده، ما في الاخر خالص تحت كيان كبير اسمه مصر الحبيب. نروح بقى للموالح، يعني نستطعم بقى تاني الكلام الجميل. هروح لحضرتك، هنلحق بكلام الحاج مشرفني. كفر الشيخ من خلال مرورنا فيها تركيز مساحات موالح بس في المراكز اللي هي بعيد عن الشريط الساحلي. فعندي في بيلة في زراعات موالح، عندي في الرياض تحديدا في قرية اسمها الوحال، أنا مريت على يوسف ميركوت، مزروع له 5 سنين، تجربة غاية في الجمال والنجاح، ألا وهي زراعة على مصاطب مرتفعة. طبعا دي الغرض منها موضوع البعد عن مستوى الماء الأرضي. أيوة والملوحة والكلام ده، بجانب أنه هو حاطط خراطيم تنقيط. دي في مزرعة مساحتها 5 فدادين أو أكثر. الإنتاج لليوسف الميركوت وده صنف جديد مطعوم على نارنج في أرض قديمة، وإحنا تتجه الدولة لترشيد استخدام المي وتبطين الترع والجهود اللي مبذولة في الاتجاه ده، ومن اتجاه آخر بنقول للفلاح حول نظام الري من النظم العادية أو النظم اللي هي تقليدية فيها إهدار سواء جهد أو مال أو مياه للنظم الجديدة. فإحنا أحيانا بنلاقي صد من بعض محافظات أو من بعض مزارعين أو من بعض الناس، إزاي الأرض القديمة هتتحول لري مطور أو تنقيط؟ فإحنا بنقول لهم في شواهد بتجارب ناجحة موجودة بالفعل على أرض الواقع. صحيح. فمنها الوحال في كفر الشيخ مركز الرياض، فيها مساحة يوسف ميركوت يعني تتجاوز 30 طن إنتاج للفدان، ده من لسان المزارع. طب ده ياخدنا من الشجر اللي احنا شايفينه. المواعيد المناسبة لزراعة الموالح، هو احنا عندنا كنا زمان بنحددها بمواعيد، إلا إن دلوقتي نظم الزراعة اتغيرت. تمام. بمعنى كنا زمان بنجيب شتلة الموالح متربية في أرض مكشوفة. أيوة. على بذرة، وبعدين نطعمها ونربيها، تاخد لها 3 سنين أقل حاجة. نرجع بعد كده نزرعها في مواعيد بعيدة عن درجة الحرارة العالية أو درجة البرودة وانخفاضات درجة الحرارة. طيب أنا أستاذنك بس، مشرفنا بالاتصال الأستاذ سالم البحيرة، أهلا بيك. مرحبا، أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا لو البشمهندس بيقول رشة الزهور بتاعت الموالح 3 كيلو لوري وعشرة 15-18 جبريلك اللي هو الأخراص و 200 سنتي حامض السوري. تمام. السؤال بقى ما يدرش التزهير؟ لا ما يدرش الغرض التزهير. منه التزبيت الغرض. طيب. منه التزبيت. أستاذنا في سؤال تاني حابب تسأل على حاجة تاني؟ لا لا. طيب هتسمع الإجابة دلوقتي يعني. حاضر، هتسمع الإجابة. هو الغرض من المعاملة دي هو تثبيت العقد. بمعنى أن أنا أحصل على أكبر قدر ممكن من أزهار عقدة ممسوكة على الشجرة. فإحنا المزارع بتاع الموالح بيقلق لما يلاقي تساقط للأزهار وتساقط للعقد الحديث، فأنا بطمنه وأقول له لو الشجرة بتاعة الموالح عقدت نسبة 3% فقط من كمية الزهر اللي موجودة على الشجرة لا تتحملها الأفرع. ونوصل لإنتاجية عالية جدا، ما لم يحدث سوء في معاملة زي مثلا عملية تعطيش، عملية الري والغرق،
وعدم اتباع نظم ري حلوه زي ري حلقات او ري مصاطب. لا ما تسقيش من دماغ الارض زي ما احنا بنقول في الفلاحين يدبقوا من دماغها. لا كده غلط في الوقت ده بالذات من الظهر وعقده والامساك عليه. غير كده الظروف الغير مواتيه جويه ان كانت هبوب رياح ان كانت محمله باتربه ان كان فكل دي بتبقى ظروف غير مواتيه. فانا بحاول اعظم كميه الظهر اللي يعقد ويمسك على الشجره اللي عدي بيه مرحله النقطه زي ما بنقولها في الفلاحين او عارفها المزارع وهي 18/6. ما بعد 18/6 الزرع اللي على الشجره بتاعي انا طالما انا حافظت عليه نظيف بيبقى فيه صلابه بقى. فالغرض من المعامله اللي انا قلتها هي زياده نسبه العقد على الشجره. بحط الجبريليك لان ده شغلته وهو هرمون نباتي منتج طبيعي جوه النبات احنا بنصنعه وبنركز او نكثف رشه على النبات. دي حاجه. الثلاثة كيلو اليوريا الهدف منهم بيزود كفاءه امتصاص الاوراق لمحلول الرش. ال 200 سم حامض فوسفوريك انا بحول الوسط بتاع محلول الرش لوسط حامضي علشان برضو ينعلي من كفاءه امتصاص الشجره وشغل ال يعني دي معاملات لابد منها وما يخافش. احنا بننصح المزارع بيها. لا طبعا الحاج سالم اللي اتصل ما يقلقش هي بالعكس بتثبت الزهر او بتزيد من نسبه العقد على الشجره العقد على الشجره او امساكه. ده بيبقى الهدف منها. طيب من المعامله دي نروح بقى على ذكر كلمة المعاملة والتواصل مع المرشد الزراعي في المديرية عند حضرتك والناس. انت شايف في استجابة كمان من المزارعين ولا لا؟ اكيد طبعا اكيد بما انك بتكلم بقى بلسان كتير يعني. لا ما احنا عندنا في الجمعية المركزية في كفر الشيخ مركز الارشاد طبعا بيبقى فيه ندوات وبندعي المزارعين بيحضروا الندوات ديت وقايمين بدورهم على اكمل وجه. بالتالي بالنسبه للارشاد عندنا خاص بحضرتك بالمحاصيل اللي انا اتكلمت فيها. انا بتكلم في العموم لان حضرتك انت بتكلم بلسان كبرضه في رمزيه للفلاح المصري مطالبه المشروع اللي بيقول عليها. أيوه. فمش تحت شرط تكون بتكلم على الموالح. انا بتكلم في كل بقى المحاصيل فيما يخص كفر الشيخ وغير كفر الشيخ. بالنسبه للارشاد طبعا ما فيش حد بيطلب حاجه من الارشاد الا لما بيلبيها يعني على في استجابة. وبالتالي كمان في استجابه من المزارعين الساده المزارعين بالتواصل مع الندوات الارشاديه. ما فيش استجابه من المزارع. أيوة. كمزارع ولكن في استجابه من اللي بيمثل المزارع. طيب اللي هم اعضاء مجالس الاداره بتاعه الجمعيه المحليه اللي هم مفروض ان بيمثلوا من الفلاحين. طب استاذنك بيحضروا الندوات الحاج محمد من الشرقيه اهلا بيك. الو ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نقول للبشمهندس في بعض من الشجر ظهر بدري في معلش السؤال تاني الصوت يا في شجر ظهر بدري في شجر ظهر بدري تمام وفي شهر خمسة بتروح نافية يعني في اخر خمسة كده بتروح نافية الطرح بتاعها يعني 90% من الطرح بيمشي في اخر خمسة 90 كده السؤال نافية يعني توقع مسقط تمام. السؤال بقى عايز حاجة للتسجيل عايز تفسير للتسجيل للي حصل يعني تفسير للكلام هتسمع حاضر إجابة. احنا عندنا في ظاهرة مهمة بتحصل معظم أصناف الفاكهة بس بنسب متفاوتة ألا وهي ظاهرة تبادل حمل. بمعنى الشجرة تريح سنة وتديني سنة حمل غزير وحمل ضعيف أو قليل. فالشجرة اللي بتبقى مريحة وهي عندها دفع غذائي وأحيانا المزارع يبقى خادم ومسمد وظابط الشجرة فهي عندها غذاء مخزون ويواتيها ظروف مختلفة من الجو يعني درجة الحرارة ترتفع فجأة خلاف المعدلات أو أعلى منه فبتستحصها الشجرة فبتروح مظاهرة بدري. أما قصة الظهر ووقوعه أو نفيه بعد ما يعقد هي المعاملة اللي احنا لسه قايلين عليها حالا بتاعت الأقراص بتاعت الجبريليك ورشها عند 75% من نسبة تفتح الأزهار. يعني ما أشوف كم الأزهار اللي على الشجرة وصل التفتح بتاعه ل 75% برش مرة وممكن أأكد الرش مرة تانية بعد تمام المسح والعقد لما ما لقيش ظهر على الشجرة باقي إنه يعقد. في الحالة دي بعمل المعاملة مرة تانية فبإذن الله مش هتنفي ومش هتوقع وهيتن الثمرة ثابتة
ما دمت ما فيش عندي بقى اللي عايز انوه عنه برضو حالا فضل. احنا داخلين على درجات حراره مرتفعه وعلى صحيح. جو ربيعي صحيح. فبيبقى عندي مشكله في الاصابه باعفان السره أيوه. وده خاصه في البرتقان بسره فدي بتزود لي من نسبه التساقط آه. فهو يجب ان يبقى احنا واخدين كل احتياطاتنا منظفين الحديقه سابقا عاملين عمليات تقليم وتجهيز وتفتيح قلب الشجره مستوى الماء الارض والرطوبه وعمليات الشغل اللي احنا قلنا عليها اتباع نظم ري كويسة تقلل لي من نسبة البخر والرطوبة اللي هتزود من الإصابة أنا برش له وقائي ما استناش أن يبقى فيه إصابة فده هيزود لي من اللي هيبقى على الشجرة أو يقلل من نسبة التساقط الفاقد صحيح أو أنا عندي تساقط طبيعي عندي تساقط طبيعي إن الشجرة بتخف حملها وبتوازن جهدها مع الثمار اللي هتمسك عليه إلا إن التساقط في حالة الإصابات إن كانت مرضية أو معاملات ده الأمر اللي يقلق بقى لازم يبقى فيه مقاومة هيزود يجي لي شهر أربعة أو بداية الدفء من آخر ثلاثة أو أول أربعة هيتواجد الأقاروصات فالأقاروصات أو العناكب ضارة جدا بمحصول الموالح صحيح. لأنها بتتغذى على كلوروفيل الورقة فبتبهت تصفر أشوف الفرد نفسه على السطح السفلي للورقة هيتنقل لي بعد كده على الثمار ويحصل لي فيها تشوهات فده برضو أبقى أنا يقظ للرش وقائي بكبريت ميكروني أو أي مبيد أقاروصي لو الإصابة بدأت تبان قدام وعلاجي في حالة الإصابة الشديدة تمام الحاج مجدي السؤال اللي هنا مكتوب كده بقولك المستلزمات هل هي متوفرة في كفر الشيخ الإنتاج الزراعي ولا لا احنا ده هتكلم بقى فيه باستفاضة وبراحتك وشوف انت عايز تقول ايه لأن أولا مبدئيا بالنسبة للإرشاد الزراعي اللي احنا اتكلمنا فيه الفلاح بفطرته وبطبيعته النهاردة بقى هو مرشد زراعة تمام وهو طبيب أرضه بالضبط لأن صحيح. كل أرض ولها طبيعة حتى المرشد الزراعي دارس ده في الجامعة وعلى ورق الفلاح كل فلاح في أرض لها طبيعة ولها سياسة كده معينة فالفلاح بطبيعته بقى مرشد زراعي تمام خدت بالك ودي حاجة تفرح هو مش محتاج ولكن لا. إذا كنا احنا برضو بنعمل ندوات لهم بس ليه تعقيب برضو هو محتاج الجديد لا محتاج تعقيب برضو تأكيد لكلام البشمهندس هو في تكامل ما بين البحث العلمي ما بين خبرة الفلاح لازم يبقى في تكامل بالظبط يعني مثلا في أخطاء أنا مش متخصص ولكن بحكم الممارسة في شغلنا الإعلام الزراعي بنسمع ان في اخطاء معاملات الفلاح فاهم بالزبط. ان هي صح على مدار سنين ويكتشف ان هي غلط وبتسبب انتاجيه ضعيفه بالزبط. يبقى لازم بالزبط. التكامل مش محتاج انا معاك التعقيب دي يعني. برضو مشكله كنا وقعنا فيها برضو احنا طبعا الفلاح بطبيعته متكل او معتمد اعتماد كلي خبرة. على السماد الازوتي لما جينا نتكلم فيها برضو مع ناس مسؤولين في الوزاره على اساس المعدلات السماديه اذا كان مثلا الفدان عاملين له معدل 4 شكاير مثلا بالنسبة للسماد الأزوتي اجي نقول ده قليل وكلام من ده فقال لك انت دلوقتي انت بتعتمد على السماد الأزوتي ما بتكملش بالأسمدة الورقية ودي مهمة جدا طيب انا هستأذنك فاصل ونرجع نكلم مع اهم جزئية انت بتكلم فيها بحمية وقوة طيب يعني. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل في بيت الخبرة المرشد الزراعي انتظرونا بقى مشاهدينا بنجدد بحضراتكم التحية مرة أخرى في بيت الخبرة المرشد الزراعي وحلقة خاصة جدا عن المعاملات الخاصة في شهر مارس عن الموالح بوجود ضيفي الكرمين المهندس محمد العوني والحاج مجدي عيسى أهلا بكم كمان مرة وشرف ضيوفكم أرجع لك بقى عشان احنا قبل الفاصل كنت بتكلم فايه عشان ما تقولش الكلام لا الكلام ده حقك لا لا قول بقى اللي انت كنت حابب تقوله تفضل احنا سامعك كل المساعدين ليه لا انا سامع بقول احنا كنا نتكلم بالنسبه للفلاح ومستلزمات اللي هي الانتاج هل موجوده ولا مش موجوده لا موجوده تمام لا موجوده بالنسبه للمعدلات اذا كان الفلاح اللي بيسمعني دلوقتي زعلان وهيقول لي ليه الاربع شكاير للفدان قليلين ما بتقولش ليه خلوهم 8 ولا خلوهم مثلا 10 ولا حاجه الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها مع اللجنه التنسيقيه طبعا الحاجات دي طبعا بتدرس قبل ما يتعمل البرنامج بتاعها
تمام صحيح. احنا الفلاح بطبيعته وبفطرته هو مركز على الاسمده الازوتيه ما بيكملهاش لان الارض بتبقى محتاجه عناصر تانية والعناصر التانية دي مش موجوده الا في الاسمده الورقيه. لو انا بقى فلاح الإجابة هتكون عند الباشمهندس. طبعا انا هنا مستبعد شفت تعبيرات وشه اللي هي منتظر اصل احنا لما جينا نتكلم فيها احنا بنكمل بعض دايما العلم بيقوله دايما العلم بيغلب اما بيجي يعني ما نيجينا برضو نتكلم في الجزئيه دي قال لك لا استنى انتوا كده ماشيين غلط لان طبعا الزرع ده محتاج عناصر متعدده. العناصر دي موجوده بقى في الاسمده الورقيه ان كان بوتاسيوم ان كان حديد ان كان الزنك الحاجات دي كل ديت بقى دي مكملات مفروض انت تستخدمها. طبعا الفلاح مركز قوي على الشكارت الكيماوي اللي بيجيبها من الجمعية ودي طبعا ما بتكفهوش. فديت بس يعني انا بوجه كلامي بس للساده المشاهدين اللي هم يعني هيبقوا يعني 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 ناقضين كلامي ان يعني ان الاربع شكاير انت بتقول لي المتوفر قول ان عايزين 10 شكاير ولا عايزين كذا ولكن الكلام ده احنا اتكلمنا فيه مع مسؤولين كتير فعلا وصححوا لنا المعلومه اللي احنا ماشيين فيها فديت تعتبر الى حد ما الحاجه الغلط اللي احنا ماشيين فيها. اما بالنسبه لشكاره الاسمده لكن الباقي متوفر لا لا الاسمده وباقي المستلزمات كمان للانتاج الزراعي متوفره. لا 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 متوفره. احنا عندنا مركز البحوث في سخا بيعتبر ده صرح مش عايز اقول ان هو ورا الجيزه يعني يمكن رقم 2 على مستوى الجمهوريه. خدت بالك عنده المساحه بتاعته وعنده الخبراء بتوعه وصرح طبعا بتمتاز بيه محافظه كفر الشيخ. نسمع بقى تعقيب الباشمهندس. هو احنا يعني تكمله لكلام الحاج احنا عندنا نظريه السماد المعدني بدات امتى؟ اقصاها 60 70 سنه كناش نعرف شكاره الكيماوي قبل كده. طب كانت الزراعة اللي من العهد والأزمنة القديمة من يوم الفراعنة كانت بتتزرع إزاي وكانت الزراعات في مصر قريبة على إيه؟ فإحنا هنرجع لمنظومة التسميد وأنواعه. عندي تسميد عضوي متحلل اللي هو السماد البلد زي ما الحاج تفضل مشكورا وقال بس سماد بلدي قديم متحلل خالي من بذور حشائش بمواصفات افتكر ما عادش متوفر زي زمان ما عادش فلاح بيهتم بيه. هستأذنك بقى عشان الحوار الثري ده برضه نسمع الحاج حمدي من البحيره. اهلا بيك اتفضل. استأذنك بس تقفل توطي التلفزيون بعد اذنك واسمعنا من التليفون. حاضر اتفضل. ايوه سامعين حضرتك اتفضل. من كلام هالسنه تمام وجيت ارش دروبكس لا معلش طب هترجع بس تتصل بينا تاني بعد اذنك. مش واضح تمام الصوت مش الشبكه عندي مش طيب تكمله للكلام احنا عندنا كان في تسميد عضوي او اللي هو السماد البلدي في تسميد معدني دخل طارئا كده فالفلاح خده يعني مع مرور الوقت اتكل عليه وتعود على إضافة التسميد المعدني. طب هو التسميد المعدني زي ما الحاج بيقول هو مركز على الأزوت؟ لا احنا عندنا حاجة اسمها معادلة سمادية يعني أزوت يعني فوسفور يعني النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وبوتاسيوم إضافات أرضية لا يغني عنه السماد اللي هي المعاملات الورقيه اللي قال على الحق. لا احنا بنقول ايه اللي هو التسميد متكامل باكتر من عنصر صحيح. فانا عندي عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الصغرى نقدر نديها للنبات كسماد ورقي او رش من خلال الورقه بصوره مخلبيه لكن التسميد في البوتاسيوم بعض الناس بتعتمد عليه في السماد الورقي. لا الاضافات الارضيه ضروريه بالنسبه لعنصر البوتاسيوم. فاحنا عندنا ده التسميد معدني الا ان مؤخرا احنا بنوجه المزارع سواء خضار او فاكهه. اولا ما ننساش نقول ان استخدام اليوريا ممنوع منعا باتا في اي زراعات بستانيه يعني فاكهه خضار نباتات طبيه وعطريه شغل الصوب كل ما يخصنا كاداره مركزيه للبساتين بمختلف زراعاتنا ممنوع استخدام اليوريا. مضر وممنوع طبعًا. وصل لحد ان هو يكون ممنوع. هو ضر بالنبات نفسه بحذر شديد. هو ضر بالنبات وضر بالثمر اللاهتي واحنا ما بننصحش بيه بننصح بالنطرات او السلوفات في حاله الاضافات وقت الخدمه لانها بطيئه التحلل بس بتدي للنبات روح شويه. طيب ده التسميد. طيب
الجديد بقى؟ الجديد ان احنا عندنا مركبات اسمها الهيوميك. الهيوميك ده بيعيد بناء التربه، بيعدل من خواصها، حيويتها، يعني خصوبه بتاعه التربه. يعني هو بيشتغل على الجانب التركيبي للتربه البنائي. طيب، واللي يكمل مع التركيب البنائي اللي كان بيقوم بيه السماد البلدي بجانب العنصر الحيوي اللي في السماد البلدي اللي هي البكتيريا والفطريات النافعه والحاجات اللي كانت بتحلل السماد البلدي وانا بنزلها الارض، اللي هو العنصر الحيوي او التسميد الحيوي كان بيبقى من السماد البلدي سابقا. دلوقتي في عندنا حاجه اسمها المخصبات الحيويه. ايوه، واي ام 1 منتج وزاره الزراعه، ده سحر ده. منتج محترم. بيوفر لي من ربع لتلت السماد المعدني اللي المفروض نضيفه للارض. صحيح. بس فانا حبيت انوه ان في، والسعر بتاعه كمان مناسب. طبعا. صحيح. طبعا ما يعتبرش يعني بجانب التسميد المعدني هو اوفر وارخص وامن. مشرفنا بالاتصال الاستاذ حلمي من كفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا وسهلا مرحبا، ازيك يا باشا؟ الحمد لله بخير، اتفضل. عايز اكلم الاستاذ مجدي. معاك الحاج. عمرك اتفضل. حاج مجدي، تحت امرك يا حاج حلمي. الله يكرمك. القطن، انت بتقول القطن والقطن، هم في الجمعيه لما بتروح تجيب بذر بيقوموا مطينك على اقرار ان هم مش واخدين القطن. طب هنزرع القطن على انهي اساس؟ هيتاخدوه ازاي؟ ولا بثمنه ايه؟ ما حدش عارف. لا اي من ده مطلوق على اقرار ان هم مش مستلمين القطن. الكلام ده السنه اللي فاتت. لا لا لا، ما بيمضوش على اقرارات ولا حاجه يا حاج حلمي، بس تقدر تقول هم. اتفضل. طب استاذنك بس نسمعه تاني. طب في كلام تاني حضرتك حابب تقوله؟ لا انا بتكلم على القطن وعلى الزراعيه. بص انت ازرع كذا وهم مش واخدين، طب ازرع كذا وهم مش مستلمين. طيب رسالتك وصلت وهتسمع. رسالتك وصلت اهو. الحاج هيكلمك طبعا. شوف الجزئيه اللي هو بيتكلم. الحاج حلمي بيتكلم على جزئيه اللي انا يعني اثرتها في البدايه خالص، التسويقيه بتاعه القطن، الفجوه ما بين السعر والسعر. بالظبط. وفي حاجه يعني معلش، كون ان الدوله بتطلع لي بذره وبتبعتها لي الجمعيات. تمام. وبتقول وانا في الجمعيه بسلم المزارع عشان يزرع القطن من غير ما بقول له انا هاخد القطن ولا مانيش واخده، وانت انا شخصيا بقول له عاجبك تزرع ازرع، لان القطن ده مرتبط بسعر عالمي والدوله لها سياسات. صحيح. معينه. فانا عشان اقول له ازرع القطن ده وانا ملزم اخده منك او كده، بعد كده هيمسك فيا. خدت بالك؟ خاصه ان احنا بقالنا دلوقتي فتره كبيره قوي الدوله مهمله استلام القطن. اذا كان برضو بعض المصانع طبعا محتاجه بقى صيانه ومحتاجه شغل من جديد عشان برضو تبدا تاخده وتشتغله من اول وجديد، ده موضوع. اما بالنسبه للاقرارات ان احنا بنمضيه او الجمعيه بتمضيه انها مش واخده القطن، طيب هو اولا ما فيش اقرارات ولا حاجه. ثانيا هو انت اما بتيجي تاخد البذره لو انت ما انتش حاسس بالامان يعني ما تزرعوش. في لبس بس عنده ان هو في اقرارات، هو كده ما فيش اقرارات. لا لا، هو كان حصل من سنتين، لان هي الزراعه مش تعاقديه. بالظبط. هو كان في حصل من سنتين كنا احنا بنطالب بالزراعه التعاقديه وان نتعاقد مع المزارع قبل ما يزرع القطن. طب المطالبه حاجه وتفعيلها حاجه تانية، يعني هي سياسه الدوله والوزاره لسه ما اتفعلتش. ما اتفعلتش، مفيش اكراه، فبناء عليه الدوله مش ملزمه. لا. حرفيا انها تاخد الزراعه التعاقديه زيها زي باقي الزراعه التعاقديه. لا 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 لا. طب نشوف برضو حد تاني من اهالينا في كفر الشيخ. مشرفنا الحاج محمد من كفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك يا فندم. اتفضل. تحياتي لكم جميعا، بس ممكن اكلم الحاج مجدي بعد اذن حضرتك؟ سامعك الحاج، اتفضل. تحت امرك. عايز اسال بس حضرتك، احنا دلوقتي موسم القطن داخل علينا. فعايز اعرف بس، هل هو كانوا عاملين نداء ومطالبه ان لازم الجمعيات تسحب مننا او تاخد مننا المحصول؟ فدلوقتي هم هياخدوها ولا برضه بكل سنه؟ طيب يعني ازاي احنا زرعناه دلوقتي؟ هيسيبوا يعني التجار يطلعوا بينا برضك ولا في مستجدات ولا في ايه بقى؟ طيب هو سؤالك جميل ومشروع، ولكن انا شايف ان الحاج مجدي مش مسؤول، ولكن هو بيتكلم بوجهه نظر. فيعني حتى الاجابه هتكون شويه ربما يكون مقتصر عند الحاج مجدي، يعني فلان الاجابه هتلاقيها من مسؤول، ووعد مننا هيكون في حلقه المرشد هتلاقي اجابه حضرتك يعني. وهتسمع دي ضروري بس. تحت امرك. حاضر كده. صح، لان هو انت عشان بس. لا هو حضرتك هو بيتكلم على جزئيه، لان دايما الفلاح النهارده بقى ما بقاش الفلاح بتاع زمان. بقى فلاح مثقف
وفاهم تمام. فاهم ان الدستور بتاع بلدنا نص صريح ان الدولة ملزمة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مما يحقق هامش ربح للفلاح. وما بيشوف الدولة متخلية الوقت عن دورها بتسويق الفلاح المنتج بتاعه فمن هنا هو بيتكلم بيقول انا إن طيب يعني الدوله كانت بتقول ان احنا هناخد ولا ما انتوش واخدين طيب ولا هراجع مع حضرتك إيه؟ ترتيب المفردات أيوة. هي الدوله مش متخليه عن دورها، هي الدوله ربما تكون في أيوة. ترتيبات اولويات معينه في القطاع الزراعي أكيد. زي ما هي حصل في القطاع الزراعي، لكن هي كلمه متخليه عن دورها لا انا يعني اكيد لا ما اظنش ان متخليه عن دورها، مش متخليه عن دورها حضرتك انت وانت وانا بعقب يعني انا بقول المعليك يعني حتى الفلاح البسيط برضو يعني فاهم يعني لما جينا مثلا في اعداد الدستور هو عارف ان فيه ماده خاصه بالتسويق بتاع محصوله فكون ان ما هوش لاقيها فده اللي خلاه بيتصل ما هو المقال اكلم الحاج مجدي انتوا هتاخدوا المنتج ولا مش واخدينه ولا ايه تمام. احنا نتمنى اقسم بالله مش عايز اقول لك احنا بنعمل ايه ولا بنتكلم ازاي مع المسؤولين ولكن كل واحد له حدود واحنا دورنا ان احنا في سياسه عامه بتحكم بالظبط في سياسه عامه القطاع الزراعي وكل القطاعات الدولة شوف بقى احنا عشان طولنا على الحاج حمدي رجع تاني من البحيرة اهلا بيك اهلا يا فندم اتفضل يا باشمهندس انا عندي الكمثرى ما رشتش دروبيكس عشان ما لقيتوش في السوق وما فتحتش الدوابر كلها ما فتحتش بيقول لك الكمثرى هل الدروبيكس دي بيأثر عليها ولا ما بيأثرش اللي هي كده تاني معلش يا حاج حمدي الدروبيكس ما رشيتش دروبيكس لتفتيح الدوابر لتفتيح هو وزارع كمتر تمام وما رشش انا زارع كمتر عمرها 20 هل يأثر عليها ولا لا 20 سنة حاضر هتسمع الإجابة دلوقتي حاضر هو احنا بتختلف احتياجات اصناف الفاكهة المختلفة في استكمال ساعات برودة خلال موسم الشتاء وساعات البرودة نعني بها انخفاض درجة الحرارة لدون 7 درجة مئوية وتنزل تعمل صقيع والكلام ده فعندنا محاصيل الفاكهة بتختلف في احتياجاتها لساعات البرودة بنستخدم الدروميكس لكسر طور الراحة أو السكون أيا كان مسمى أو الناس اختلفت في التسميتين هما معنى واحد ولا في اختلاف لكن جملة وما يخص المزارع الدروميكس فايدته استكمال ساعات البرودة اللي ما توفرتش للشجرة عشان تخرج من طور السكون وتتجه لمراحلها اللاحقة اللي هي مراحل نمو سواء خضري أو زهري أو تفتح فكونه مرشش دروميكس مع بعض الأيام اللي كانت فيها درجات الحرارة مرتفعة وعدد ساعات البرودة قليلة ما اكتفتش الشجرة ان هي تاخد احتياجاتها من البرودة وهو ده الهدف من المعاملة فكان يجب ان هو زي ما هو ماشي وبقاله 20 سنة شغال مع الكمثرى هو صحيح. خبير بشجره صحيح. وبأرضه صحيح. وبمعاملاته صحيح. بس طيب. يعني هي لها تأثير لها تأثير طيب. طالما هو ما عملش المعاملة ده ياخدني بقى في السؤالات السؤالي للمعاملات ما بداية زراعة الشتلات هل في مواصفات معينه للشتله الجيده يعني انا راح دلوقتي اشتري شتلات عشان ازرع زرعه تمام. في الموالح بنود معينه كده او روشتة حضرتك تقول وانا راح اشتري الشتله يكون لازم مواصفاتها 1 2 3 هل في معايير ثابته لده ولا لا بدايه الشتله لازم تكون من مصدر موثوق منه بمعنى مشاتل ومشاتل ذو ثقه ويفترض ان انا اخد من صاحب المشتل ويبقى فيه ما يفيد ان انا خدت ومشاتل بتبقى مرخصه قبل الاداره صحيح. المركزيه للتقاوي بحيث ان المزارع لما يلاقي عنده شتله ما ادتوش نقدر نرجع على المصدر والمكان طبعا. اللي هو واخد منه فكون وثق حاجته اللي هو جايبها دي بدايه تاني حاجه عود الشتل وارتفاع الطعمه ونوع الطعمه وامانه عمل الطعمة أو العين عشان يطلع لي عود شت لازم يبقى له مواصفات ارتفاع الطعمة ارتفاع معين السمك العمر ما تكونش كبرت ولا زادت في المشتل باخدها بقى وازرعها لو حضرتك عايز كيفية الزراعة والإعداد له والكلام ده احنا بنشوف المزارعين في بعض الأحوال بيهملوا قصة الزراعة الصح بعضهم يعرف والبعض الآخر لا يعلم فاحنا هنا نوضح وننتهزها فرصة إن أنا بعمل جورة 80 في 80 بعمق 80 وليس فحت على قد كيس عود الشكل يعني ده أول خطأ شائع بيعمله الفلاح لطريقة الزراعة نفسها للشتلات
الجوره بتاعته، الجوره اللي انا بجهزها وبعدها للشجره اللي هتكبر. لعود الشتل اللي انا احطه هياكل ويشرب ويزيد كزور ويزيد مجموع خضر وابدا اربيه. فانا بفحت 80 في 80 في 80. باخد الطبقه الاولى او النص العلوي من الردم او الفحت اطلعه على اليمين، النص الثاني اطلعه على الشمال. باخلط ما بين النص اليمين، بخلط مع الاضافات اللي انا بحطها، سماد بلدي، سوبر فوسفات، كبريت، مطهر فطري، وبحط الخلطه دي كلها في جوره تاني وبغمرها بالميه واسيبها تتخمر وتبرد لحد ما تبقى الارض بنسميها مستحرصه، او اللي هي ايه يعني نسبه الرطوبه فيها تنفع ان انا احفر وازرع واكبس. في الحاله دي بجيب عود الشتل بالكيس بتاعه واتخلص من الجزء القاعدي من الكيس على اساس رواسب الاملاح والكلام ده، واروح قطعه بالعرض وازرع واضغط واسحب الكيس لفوق واسيبه على عود الشتل حمايه له. تمام. واكبس تمام مظبوط حوالين العود الشتل وارويه. دي الخطوات الاساسيه للزراعه اللي المفروض يتعمل في وقت الزراعه. طيب واحنا بقى نشوف اخبار الموالح عند اهالينا في الصعيد. مشرفنا سيد بالاتصال من سوهاج، اهلا بيك يا استاذ سيد. ايوه يا باشا اتفضل. ايوه يا استاذ لو سمحت يا باشا، عندنا البصل ما فيش يعني سوق فيه، مقلعين من الارض من اكثر من شهر وموجود على الارض، ما فيش يعني لا تاجر ولا اي حاجه. طيب عملية تسويق دي؟ حاضر. عملية تسويق ما فيش سعر يا باشا البصل عندنا. طيب ونخصص كمان حلقة البصل وعن معاملات البصل وعن طرق التسويق للبصل، بس هي الحلقة زي ما حضرتك عارف كده وسامع عن الموالح، ولكن بنأكد تاني ان طلباتكم اوامر. هيكون في حلقة من المرشد الزراعي عن البصل ومعاملاته وطرق صحيحة لزراعته وكمان تسويقه. تحت امرك. نرجع بقى تاني للحاج، الفلاح بيأمل ايه في القطاع الزراعي؟ يعني طموحه يوصل لحد فين؟ ده الفلاح طموحاته بسيطه جدا. وراجل بطبيعته هو قنوع. صحيح. وهو اذا كان عشمان ان مثلا عنده بعض الالتزامات كده اللي هو عايز يعني يعتب على الدولة انها ما تهتمش بيه ولا حاجة، لا ده مش ولكن احنا مش هنقدر نقول لا مش عتاب طلبات كمان ان هي ان هي ان احنا ان هو بيعتب. ولكن احنا بنقول برضو ده حقه. يعني اما يزرع منتج ويلاقي اثناء التسويق مش لاقي حد ياخد منه الا التاجر اللي عمال يمص دمه، بيبقى زعلان. احنا عارفين ان احنا مثلا دولتنا احنا 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 الشعب المصري كله بياكل رز. ما فيش حد في الشعب المصري ما بياكلش رز. صحيح. اما اجي ازرع الرز والاقي مثلا اللي بياخد منه الرز التاجر وبياخده لتاجر تاني من رجال الاعمال اللي هم محتكرين للسلع وبيحوشوا الرز ده، بعد كده الدوله بتعمل مناقصات. الدوله عندك وزاره التموين بتاخد رز، وعندك القوات المسلحه بتاخد رز. صحيح. يعني الدوله محتاجه رز. انت شايف ان في منافذ كتيره؟ كان من باب اولى بعد اذن حضرتك عشان برضو نبقى منصفين، يعني ما يعني مش عايزين برضو لا نجمل ولا نسود الشاشه قوي. احنا بنقول يعني مفروض ان احنا نيجي في موسم الرز ويبقى فيه اهتمام شديد واستعداد من قبل المحصول. تمام. لتجمع المحصول ده. وعندنا الشركة القابضة ما عندها مضارب رز تاخد الرز ده وتضربه، ويبقى على الأقل أنا كفلاح إذا كان التاجر هياخد مني الطن بألفين جنيه والدولة هتاخده مني بألف وتسعمائة جنيه، أنا مش زعلان، أصل رايح لبلدي. لأن الدولة مش هيمر عليها تاخده بالألفين جنيه اللي بياخده التاجر ده، هي هتوسطن للأمور. إذا كان بتاخد الطن مثلا في المتبيض بتمن تلاف برضو بيشوفوا برضو هو في الشعير بيصفي كام، وهتبقى حريصة الدولة، هتبقى حريصة على ابنها اللي هو الفلاح، وهتاخده بسعر إلى حد ما مرضي للفلاح مهما كانت هتقسى عليه، بس مش هتبقى بقسوة التاجر اللي بيمص دم الفلاح. تعال نشوف برضو الحاج خالد من البحيرة، شوف طلباته. أهلا بيك. وانت اللي هترد علي؟ أنا اتفضل سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز يا أخي التسمم بتاع الليمون ده، بتاع شجر الليمون ضرنا جامد في التحرير هنا.
التسمم عاوز تسمم التسمم التسمم التسمر تسمم تسمم تمام للصمغ تمام الصمغ يا باشا تمام سامع حضرتك على اشجار ايه الليمون الليمون ماشي طيب هتسمع حاضر الاجابه دلوقتي هو التسمم بيجي لجذوع الاشجار في الموالح نتيجة لأخطاء مننا إحنا بنرتكبها كفلاحين في عمليات الري اللي إحنا اتكلمنا عليها إن أنا لازم أتبع نظام ري يكون يبعد لي المية والرطوبة عن جسم الشجر أنا عندي منطقة امتصاص الجذور أو المنطقة اليونج أو المنطقة الشابة اللي هتنص وتشتغل هي تحت ظل الشجرة في الخارج وبالتالي أنا مش محتاج إن أنا أغمر جملة مساحة الحديقة بالمية فعندنا أفضل نظم ري في الموالح هو نظام حلقات بعمل حلقة حوالين الشجرة اتساعها متر ببتن قوي مستوى الحلقة من الداخل والخارج متساوي بحيث ان المية ما تخشليش جوه الحلقة وانا بروي وبسمد وبتعامل مع الجذور خارج الحلقة في الحالة دي انا قللت من الرطوبة اللي جاي عند الجذع يبقى انا مع تهيئة شكل الشجر والتقليل بالشكل النموذجي بحجر للشجرة هيحمل تلتين المحصول في الموالح ما تبقاش شلحة وما تبقاش ملهاش حجر زي ما شفناها في بعض محافظات واحنا بنمر وعملنا ندوات لكده منها مركز اوسنا في المنوفيه الشهر اللي فات من اسبوعين بالظبط انت واخد بال حضرتك فدي احنا بنتكلم على الرطوبه ومسبباتها تعمل لي اشنت أنا عندك وتعمل لي تصمغ انا عندي اقتراح احنا هنتكلم بس على علاج التصمغ اتفضل المعد الرئيسي ودايما كل حلقاتنا احنا بنستمدها من اتصالات الفلاحين فنخصص كمان حلقه كامله عن الليمون ومعاملاته وانا استمتعت بالحلقه ووجودكم كمان الحوار الثري اللي حصل ده تحياتي طبعا خلصت بوجودكم دايما الوقت الحلو مع الناس الاحلى اللي بسرعه تحياتي ليك يا حاج وشرفتنا طبعا احنا اتشرفنا بقناه مصر الزراعيه القناه الخضراء وتشرفنا باخواننا المزارعين تشرفنا باخواننا المزارعين وجمهور المصريين ويعني نتمنى ان احنا نكون وصلنا اللي نقدر نوصله واحنا تحت امرهم في اي وقت تحياتي ليك يا باشمهندس تحياتي ليك يا حاج مشاهدينا خلصت حلقه النهارده وخلصت زي ما بنقول كده بسرعه لان كان في حوار ثري ما بين بحث الباحث وخبره عظماء مصر ضيفي الكرمان كل التحيه والشكر ليهم مشاهدينا اشوفكم ان شاء الله تعالى في حلقه جديده من بيت الخبره المرشد الزراعي في امان الله